سلام لزامي كثيرين اللي بسأليكم توحشناكم وغبرنا عليكم. هذا الفيديو درناه كيف مش تشوف العنوان حش بزاف الناس تصالحنا على غفلة وبزاف الناس بقاو كيسولونا كيفاش تصالحتوا وهادي وهادي وبما أنكم عرفتونا تخاصمنا يعني خصكم تعرفونا تصالحوا ليكم وبزاف الناس قالنا واش غادي ديروا لنا فيديوهات في يوتيوب بغينا نبشركم ونقول لكم ايه في هاد لاشين اللي ما تقدروني انا وسلمى في حالتي ما تعودين على هاد لاشين هادي فضحكوا لنا شط داكشي صحابات هاد لاشين ديال الصحابات دونك تقدروا الصحابات ونخونا اخواتات وخا تخاصموا تتصالحوا كنطرح واحد المشكل صراحه واخر مره تخاصمنا اخر مره تخاصمنا كان داكشي خرج للعالميه خرج العالميه وخرج على السيطره اصلا صافي الزامي هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين اصلا بقينا قلنا لاني ما كنعرفش نشرح شرحي ليا المهم صافي اش نقولوا لهم صافي حنا انا نقول لكم الزامي انا نجيكم من الاخر علاش كنا تخاصمنا كنطردني بان نخول واحد المشكل نورمالمون ما كانوش كيطراو فهمتي واحد الايام بحال كانت دخل مالي بزاف خد بهاد مالازامي صافي وتخرب بقات القضيه انا وسلمى بحال بعدنا على بعضياتنا واحد شويه وصافي فاش عارفه فاش كتبعد على صاحبك وما كتبقاوش دويو كطرى شي حاجه كل واحد كيهزها في قلبه وما كيدويش عليها صافي وهي كتجمع وانا كنجمع حتى جا واحد النهار حنا نفرتكوا تنبقى واحد المشكل ولكن فاش تخاصمنا التخاصيمه سلمى جلست مع راسها وانا جلست مع راسي كل واحد عرف شنو هما النقاط اللي وصلونا لهذا الشيء الحمد لله انا فاش كنا مخاصمين كنت كنقول لكم راه ما كاينش شي حاجه زعما كاين الكبيره ديال الغدار ولا داكشي الحمد لله ما كانش يعني حنا راه الا تخاصمنا ما تخاصمناش حيت سلمى غدراتني ولا انا غدرتها تخاصمنا بسبب سوء تفاهم وبسبب ما بقيناش كنهضروا مع بعضياتنا ما بقيناش كنوضحوا الامور كما كنا كنديروا شحال هادي ما بقاتش ديك لا كومونيكاسيون بيناتنا وطرا شي مشكل كنناقشوه وكنحلوه كنقول لها انت درتي ليا وانت درتي ليا هادشي كان ما بقاش هادشي هو اللي بقى كي شوف داك الضغط 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 راك يولد الانفجار هادشي اللي كاين صافي زعما الصراحه ما كانش كيحسب لي بلاش نعاودو نصالحو داك الشيء حيت الشغف ديك الساعه كيبقى يوسوس لك الشيطان وفي ديك الساعه كتجمع لك كلشي كتقول لي صافي هادي هي الاخرى ولكن من بعد فاش كتجلس وكتكالمي كتبقي تفكري شي حوايج اللي مدوزينهم انا وخاوله شي حوايج ماشي صغار كبار شي حوايج نقدر نقول غير بالخواتات لا انا وياها شي حوايج اصلا ماشي غير داكشي انتما غير داكشي اللي كنتو كتشوفوا كنتو بزاف ديال الناس بقاو ضرهم قلبهم من جهه الناس الصحبه ديالنا سالات من غير زعما داكشي اللي ما بانش بزاف د الحوايج الصراحه مدوزناش القليل دونك مدوزناش القليل اللي كتشوفوا في الكاميرا نقدر نقول لكم غير 1% من داكشي حنا مدوزين مع بعضياتنا فهمتوا كندوزنا شي حوايج زوينين بزاف وكنا كنضحكوا بحال الخواتات وحتى كنا كنتخاصموا دوك التخاصمات الصغيورين كانوا زوينين كنا مرات كنجلسوا نتفكروا كنبقاو نضحكوا عليهم صافي وراي واحد في الحياه كيتخاصم زعما كاين ماشي حنا الاولين ولا الاخرين اللي غنتخاصموا كيطراو مشاكل شي اللي كنقولوا لكم ديما ما كاينش شي صحاب ما كيتضاربوش ما كاينش شي صحاب ما كيتخاصموش اصلا قال لك الصحاب ما كيوليو صحاب راه كيشبعوا مشاكل ومضاربات عاد بصح كل واحد كيحفظ الاخر كل واحد كيولي كيعرف العيوب اللي في الاخر ولكن كتلقاهم كيبغيو بعضياتهم وما كاينش شي انسان في الدنيا تخلق بلا عيوب يعني ما تسناش من صاحبك يكون بارفي ما تسناهاش منه سوا صاحبك سوا راجلك سوا اي واحد تسناوش من الناس اللي معاكم في الحياه راه والدينا وما كيكونوش بارفي واش فهمتوا والدينا وما كنلقاوهمش بارفي يعني فهمتوا ما تسناوش من الناس اللي معاكم يكونوا بارفي ولا راهم ما مزيانينش اي واحد في الحياه فيه شي ضيف ولكن كنضطروا نتقبلوا الناس اللي كنبغيو اللي عارفين لو فون ديالهم زوين فهمت داك الخبط الخايب الخبط اللي كي اديك فهمتوا هادشي اللي بغيت نوصل لكم زعما بزاف ديال البنات كيصيفطوا لي ميساج كيقولوا لي ملي ضربتي تي وسلمى انا ما بقيتش غنثق في الصحبه وفي الصحابات حيت كانوا واخديننا واحد المثال لهم والله ولكن حنا زعما ما ضربناش على شي حاجه ديال الغدار ولا شي حاجه كان غير واحد المشكل ماشي مشكل كانوا بزاف المشاكل صغار بقاو كيتجمعوا وكيتراكموا فهمتوا ما كناش كندويو فيهم كل وحده كتهز في قلبها من جهه اخرى كل وحده كتهز في قلبها من جهه اخرى صافي حتى الانسان كينفاجا اما شي حاجه اللي خايبه راه ما كانتش الصراحه وصافي من هنا بغينا نوصل لكم واحد الميساج ان خاصك تخاف من الضرب والكره الحب في القلب قلت لهم ديك المره القلب ثابت وهاد المره هادشي ديك العيب ديال ان الناس عرفوا وهادشي فهمتوا دخل في انستغرام ويوتيوب وعرفتوا باننا مخاصمين حتى هي خلاتنا نزيدوا نبعدوا على بعضياتنا اكثر صافي
صراحه ما نكذبش عليكم، انا زعمت اني غلط فاش حطيت داك ستوري، ولكن صافي باش نكون صريحه معكم حسيت براسي باللي صافي صافي هادشي اللي كاين. شكرا للناس، عرفتوا شحال ديال الميساج جاونا، داكشي كيصدم البنات اللي كيدرتي بلا بيا كيدرتي بلا بيا بقات بلاصتك اصحيبتي، بقات بلاصتك حق الله، وبقى فيا الحال حتى انا بقى فيا الحال، بقيت كندير مع حتى شي واحد صراحة ماشي ساهلة. كذب عليكم كذاب يقول لك تخاصم مع شي صاحبك بحال هكا وساهل، حيت شغل داكشي كثر من الصحبة راه بحال العائلة، واش فهمتوا؟ ماشي ساهلة بحال اختك وقطعتي معاها الهضرة كثر من اختك، كنقول كتعدي وقيله اختي الدار ماشي معاك عمرك تفوق انا اختي كنقول انت كتهنم من دابا كتخاصم معاها والله على راحة فهمتوا كيبقى فيك الحال باش الانسان كتكون دوز من شويه انت كتحس دوك كتحس اليوم دوزين بزاف د الحوايج راه كيبقى فيك الحال، ما كتحس براسك بحال خسرتي شي حاجه كبيره. انا الصراحه بلا بك كل مره كيفاش كنت كنحس بعد ما كنحس براسي حاقده لك، بعد ما كنحس براسي توحشتك كنقول نيري واخا عرفت شنو توحشت سلمى، وبعض المرات صافي كنقول يا ربي يبرد لي قلبي صافي ما بقيتش باغا والو بحال هكا كل مره احساس بحال هكا زعما. حتى انا فاش جلسنا ودوينا لازم نقنا في ديك لابيري وداك الشيء اللي داز عليها سبحان الله العظيم هو اللي داز عليها بجوجنا، كنا كنعاني ونفس المعاناه وحق الله تبقاش كنعاود هكا تقول نرجع انا نرجع انا نرجع كثر هادشي اللي طرا والله وصافي. اش كنت كنقول لهم زعما كاين على شكرا على الميساج ديالكم صراحه في هذيك لابيري شفنا الحب ديالكم بزاف، وعرفنا بصح الناس اللي كيبغيونا والناس اللي اعداء اللي ما باغيش انا الخير. او بعدا واحد الهيترز خرج وكان الهيترز شوف بعدا كنشوف هذا ميساج للناس اللي كيبغيونهم من الاولين، شكرا بزاف على الحب ديالكم، وعرفتوا كيفاش راه نتوما خاصكم تعرفوا واحد 30% ليكم في هاد المصالح، حيت ديما ما كنتوش كتلعش شي ولد العيب، حنا تخاصمنا شهرين وانتوما في ديك الشهرين كل نهار انا بعدا كنقرا سلمى 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 يا ربي تصالحي انت وسلمى وهادي، ولا ميساج كتصيفطوا لي قد هكا جرائد كتنصحوني وداك الشيء راه كنت كناخذو بعين الاعتبار والله. شكرا بزاف لي زامي، وراه حنايا صحابكم انا وسلمى راه صحاباتكم كلكم فاش كنتلقى بحالك نحس بها بحال اختي بحال واحد بحالك كنعرفها من شحال هذوك كتكون اول مره كما كتحسبونا نتوما بحال خواتاتكم راه نتوما بحال خواتاتنا، وشكرا لكم على الحب ولي ميساج ديالكم وداك الشيء كامل والله. شي بنات بداو كيزغرتو فاش تصالحنا تزغريت وكلشي كيبكي كيبان لي فرح حسينا بهم كيف ما حسينا بالاعداء والاعداء كنقول لكم من هذا المنبر وموتي يا المسيح ولا رخصي باش تخافوا باش تصالحوا ايوا انتوا بعدكم ديروا بعدكم تصوروا حنا راه مخاصمين مصالحين فهمتي هادشي راه حيت ما كنتوش كتشوفوا اما انا ديما مخاصمين مصالحين بس يا المناطه نتبرد الله حنا صالح ما جاش صاحبتي ومرتو كاع ما فاتني وجات لعندي قلت لي ما فاتكش صاحبتي خونا رخصي ماشي صاحبتي وانا كنت عارفاها غتجي عندي حيت اش عارفه داك الموقف غتجي عندي حيت انا كنعرف صاحبتك دي عارفه غنمرض وغتجي عندي وكون مرضاتك ومشيت عندها وما نفوتوش بعضياتنا فهمتوا حيت حنايا صحاب الدير بصح ما جامعيننا لا فلوس لا يوتيوب باش تعرفوا فلوس يوتيوب واحد الحاجه جات من بعد ما دوزنا اصلا دوزنا بزاف د الحوايج واصلا شوف اش تخاصمنا انا وسلمى راه صافي كل وحده فينا الحمد لله كل وحده فينا راه خدامه مزيان ولكن راه بقى فينا الحال على الصحبه ديالنا بس فهمتوا ماشي اما الا كانوا زعما حيت شي وحده بداو كيدخلوا حكا الفلوس يوتيوب مع هادشي حنا اصلا المشكل ديالنا ما عندوش علاقه بعيد على يوتيوب بعيد على الفلوس حيت كنضرب حنا اكثر حاجه ما نضربوش بها حيت انا وسلمى فاش بدينا كنبعدوا على بعضياتنا اصلا ما بقيتوش كتشوفونا كنديروا حتى الفيديوهات بصافي لا زعمي هادشي اللي كاين وهادري انا راه كنموت عليها انا صاحبتي كنموت عليها هذيك طفل عليها هادي اللي بردوا على راسكم هذوك اللي تصالحنا بردوا على راسكم هاك هادي في خاطركم ايوا ما تسمعش ايوا تسمع الشاي هاك الله كوكا باردة ايوا صافي ومن هنا كنقول لكم على زعمي تسناو فيديوهات جايين غيكونوا فيديوهات واعرين حيت دابا صافي صافي هاد المره صافي درنا عقلنا درنا عقلنا وجات ترشح من حاجه
ورجعت للمياه المزارع. ايه رجعت احسن من الاول. احسن من الاول والله. اصلا البخاص ما حسيتش بربي عطانا فيها واحد الدرس بصح والله. انا وسلمى اللي عارفين واش ناوي وصافي. من زعمي تهلاو لينا فراسكم. احنا دابا غادي ناكلو غادي نتغداو. سلمى راه كدير لكم فلوغ فراشين ديالها وانا كندير لكم فلوغ فراشين ديال خوخه. فلوغ هي دايره فيه 3 ايام دايره فيه يومين. ايوا صافي باقي دابا غادي نمشيو نديرو بزاف ديال لي زاكتيفيتي اليوم. المهم تتفرجوا فيديوهات ديال تفرجتو فيهم وخاصو لكم هاد الفيديو. تسناونا فشي برانك ولا شي تشالنج. باي باي.